الأعزاء، قبل أن أجيب على سؤال حضرتك، يعني لابد الإجابة عن بعض الأمور اللي طرحوها الأخوة. نعم. أولا، قضية أنه القذائف هي اليوم هي رسالة شعب، لا هي مو رسالة شعب، بل هي رسالة أعداء الشعب. نعم. أعداء الشعب اللي يحاولون يعطلون الحياة بالعراق، اللي ما يردون البلد هذا يستقر إطلاقا. وهذا الموضوع يعني موجه إلى البعثيين وإلى الدواعش وكل من يسايرهم، فالقذائف ليست رسالة، الشعب غير مسؤول ولا إخواننا في التيار الصدري إطلاقا. الموضوع واضح، هي رسالة أعداء شعب وليست رسالة الشعب. هذا جواب على أحد الأخوة اللي يعني هذا رأيه محترم، أستاذ مخلد، وهذا جواب يعني. النظام الحالي لا يمكن أن يحسب على جهة، لا يمكن أن يعتبر النظام اللي حكم بعد 2003 إلى اليوم هو نظام إسلامي أو هو نظام كردي أو هو نظام سني إطلاقا. الكل شركاء في الحكومة منذ تشكيل مجلس الحكم ولحد الآن، وحتى على افتراض لو شكلت حكومة أغلبية كما أرادها سماحة السيد مقتدى الصدر، فهي أيضا بها كردي وبها سني وبها شيعي وما معناته كل مكونات الشعب العراقي هي المعنية. فالموضوع تحميل النظام جرائم، ليش ننسى جرائم القاعدة؟ ليش ننسى جرائم داعش؟ ليش ننسى جرائم النقشبندية والبعثية؟ فلا يمكن أن نحسب جرائم النظام على جرائم يعني بأعداء موجودين موجودين بالعراق، ونشهد وهؤلاء اعترافات. لكن نقطة مهمة جدا، يعني هل اليوم في ظل يعني في ظل تجديد الثقة للسيد الحلبوسي وفي ظل اختيار النائب الأول، راح نقدر نختار رئيس جمهورية يعني في وقت قياسي قصير جدا حتى نمضي إلى تكليف، أو رئيس الجمهورية يكلف رئيس الوزراء ونمضي في حكومة توافقية مثل ما أنتم ردتوها تخدم هذا المواطن البسيط الفقير؟ وأيضا راح تكون هناك صراعات على المناصب والوزارات، وهاي الوزارة إلي وهاي الوزارة إلك وهذا الهيئة إلي وهذه الهيئة إلك، ونرجع إلى كل السياقات القديمة اللي بدينا بها قبل 15 سنة إلى هذا اليوم. في الواقع أنه هذا أصبح قدرنا اليوم، القضية اليوم الإطار وائتلاف إدارة الدولة في الواقع اللي هو أوسع من الإطار، تبنى هذا المشروع وبفضل الله رغم محاولات الأعداء القصف وكل ما هذه الأمور التي وثيرت وقطع الشوارع في العاصمة، هذه كلها أمور مبتعلة يراد منها خلق صورة ضبابية مشوشة على ما يجري. البرلمان اليوم نجح، اشتاد عقبة يعني عقبة صعبة، وهذه يعني شنو العقبة الصعبة اليوم العقبة الصعبة أصعب شيء كان الانعقاد بحد ذاته كان مشكلة. فاليوم عندما انعقدت الجلسة وتم تجديد الثقة في الواقع لرئيس البرلمان واختيار النائب الأول، انتخاب النائب الأول، فهذا يعتبر انتصار. انتصار مو بس نجاح، انتصار يعني انتصار لإرادة الدولة وإدارة الدولة اللي انتوا اجتمعتوا وقررتوا معها انه تمضي الحكومة وتمضي ايضا العملية السياسية.